أهلا بكم. لماذا قررت حكومة السودان إغلاق تطبيق تليجرام في العراق؟ هل فعلا تم إغلاق هذا التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن الوطني كما تقول وزارة الاتصالات؟ لماذا غضبت إذن الميليشيات من قرار الحكومة حجب تطبيق تليجرام؟ وإلى أي مدى وإلى أي درجة من الأهمية استخدام هذا التطبيق في أنشطة الميليشيات وترسيخ نفوذها وتعميق سلطتها حتى تغضب عند إغلاقه؟ وكالة رويترز تقول إن تليجرام يرفض التوضيح حول أسباب حظره في العراق، بينما تتحدث تسريبات من داخل الحكومة أن هذا التطبيق مرتع خصب للميليشيات وساحة للصراع فيما بينها، بينما راح مراقبون آخرون بالقول إن حجب تطبيق تليجرام يخفي وراءه ضغوطا أمريكية. نتساءل في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام عن أسباب إغلاق حكومة السودان تطبيق تليجرام، وماذا وراءه، ومن المستفيد من هذا التطبيق على المستوى السياسي، ومدى الاستفادة أيضا هذه، ولماذا غضبت الميليشيات الولائية من قرار الحكومة بإغلاقه، وما هي ردود فعلها المستقبلية المتوقعة تجاه هذا الحجب والإغلاق. سيكون معي مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة ضيوفي عبر سكايب الأستاذ أياد الدنيمي، الباحث والكاتب السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ أياد. حياك الله، أهلا وسهلا. وأيضا ضيفي عبر سكايب السيد بهاء خليل، الكاتب والصحفي العراقي. مرحبا بك أستاذ بهاء. أهلا وسهلا أستاذ. بداية مشاهدينا الكرام نشاهد هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. ضربة غير متوقعة تتلقاها الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تمثلت بإغلاق تطبيق التليجرام الروسي المنشأ والذي تعتمده تلك الميليشيات على نطاق واسع، الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للتهديد والوعيد. حكومة السودان بررت قرارها إغلاق التليجرام بوجود اختراق في هذه المنصة، فيما أشار خبراء في الشأن العراقي إلى أن ثمة ضغوطا أمريكية تحاول إيقاف تدفق الترويج الذي تستخدمه هذه الميليشيات عبر هذا التطبيق، والذي يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية ويسعى لتحقيق الأجندة الإيرانية في العراق. الميليشيات الولائية مثل ميليشيا أصحاب الكهف التي تمثل إحدى واجهات ميليشيا العصائب وكتائب حزب الله وميليشيا سيد الشهداء وغيرهما أصدرت تهديداتها متوعدة بما سمتها تعبئة شعبية عبر سلسلة من التظاهرات ضد حكومة السودان ووزارة الاتصالات والسفارة الأمريكية ببغداد، مطالبة بالتراجع عن قرار إيقاف تطبيق التليجرام. من جانبها رفضت إدارة تطبيق التليجرام التوضيح حول قرار حظر التطبيق في العراق والاتهامات بالتورط بتسريب معلومات وبيانات رسمية خاصة بالعراقيين بحسب وكالة رويترز. فيما قالت وزارة الاتصالات إن مؤسسات الدولة ذات العلاقة قد طلبت مرارا من الشركة المعنية بإدارة تطبيق التليجرام غلق المنصات التي تشكل خطرا على الأمن القومي العراقي، إلا أن الشركة لم تستجب لأي من تلك الطلبات، فيما لم تكشف الوزارة عن طبيعة تلك المنصات ولمن تعود. العديد من الحسابات الولائية تدار من أفراد وجماعات تحت إشراف فرقة الكرتونية خاصة تحت اسم الوحدة 10,000، تشرف عليها ميليشيا حزب الله اللبنانية ضمن حزمة من الحسابات والمواقع التي يديرها الحرس الثوري الإيراني. وقد كان آخر عمليات الوحدة المذكورة هو اختراق موقع هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في ردها على إغلاق التليجرام. أبدأ معك أستاذ إياد الدليمي. أستاذ إياد، يعني ما هي الأسباب الحقيقية التي تقف وراء حجب تطبيق تليجرام في العراق؟ بداية تحية طيبة لحضرتك وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. يعني أنا أعتقد أن موضوع حجب التليجرام هو يتعدى بكثير ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الاتصالات العراقية. دعنا بداية نعود إلى الوراء قليلا ونستذكر أن هذا التطبيق تحديدا أخذ مدى واسعا وانتشارا كبيرا في العراق بعد عملية اغتيال
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس من قبل القوات الأمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام 2020. منذ ذلك التاريخ وهذا التطبيق تحول إلى منصة تابعة للميليشيات الولائية والأحزاب والقوى السياسية المعروفة بموالاتها لإيران، وتحول إلى منصة مهمة جداً في إطار عملية التحشيد وما عرف في حينها أخذ الثأر لمقتل سليماني والمهندس، وما تلا ذلك من محاولات كثيرة جدا قامت بها هذه الميليشيات والأحزاب السياسية عبر هذا التطبيق، سواء خلال مرحلة المواجهة كما قيل أو الثأر لأبو مهدي المهندس وسليماني بعد 2020، أو حتى بعد ذلك في إطار المواجهة مع التيار الصدري عقب انتخابات عام 2021. هذا التحول الكبير جدا في عملية استخدام التطبيق من قبل هذه الميليشيات الولائية والقوى والأحزاب المعروف بموالاتها لإيران أدى إلى تحول هذه المنصة إلى منصة خطر حقيقي بالفعل، هو يهدد أمن العراق والمصالح العراقية ويهدد أمن المواطنين، وصولا إلى المرحلة التي يعني نحن فيها الآن، حيث تحول هذا التطبيق إلى عملية أو منصة لتسريب الكثير من البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات والمواطنين العراقيين. ولكن مع ذلك هذه العملية لم تأتي من فراغ، وإنما هي بسبب هشاشة النظام الأمني العراقي. وهنا يجب أن نذكر أيضا أن عدد مستخدمي هذا التطبيق في العراق أكثر من 16 مليون مستخدم، بالتالي العدد كبير جدا، وهناك الكثير من الجهات التي تعتمد هذا التطبيق لإدارة أعمالها، لإدارة مشاريعها، لإدارة يعني نتحدث عن شريحة كبيرة من الطلاب، من المعلمين والمدرسين يستعملون هذا التطبيق. بالتالي هو ليس حكرا على هذه الميليشيات والمنصات التابعة لها، ولكن هذه الميليشيات استخدمت التطبيق بالطريقة التي تحدثنا عنها. منذ عام 2019 تحديدا بدأت الحكومة العراقية والحكومات التي تلت حكومة مصطفى الكاظمي بعد ذلك بعملية تدريب الكوادر والملاكات العراقية على ما يعرف بالأمن السيبراني، ولكن لأننا ندرك جيدا أن الكثير من هذه الدورات التي كانت تقدم هي كانت بوابات لفساد واسع جدا، حيث أنفقت الحكومة العراقية منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2023 العام الحالي أكثر من مليار دولار أمريكي على هذه الدورات، ولكننا اكتشفنا فيما بعد أن كل شيء مختلق، كل البيانات نزلت يعني المعلومات الخاصة بالمواطنين، بالأجهزة الأمنية، بوزارات الدولة نزلت على هذا التطبيق. لكن هل هذا هو السبب الفعلي؟ أنا بتقديري هذا يعني جزء من المشكلة. المشكلة الأكبر أن هناك شيئا ما يحاك ربما، وبالتالي من المهم جدا إغلاق تطبيق التليجرام، لأن هذا التطبيق تحول إلى كما قلت أستاذ أياد. ما هو بالضبط، ما طبيعة هذا الشيء الذي قصدته؟ يعني أنا أعتقد أننا يعني لا يجب أن يعني نأخذ هذا الحدث بمعزل عما يجري في المنطقة حاليا. نحن نتحدث اليوم عن دول خليجية دعت رعاياها لمغادرة لبنان فورا، نحن نتحدث عن قوات أمريكية نزلت في البحرين في تحديدا في قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي، أكثر من 3000 أو 4000 مقاتل أمريكي، نحن نتحدث عن تعزيزات أمريكية كبيرة جدا في سوريا. بالتالي أعتقد أن هناك شيئا ما ربما يعني يمهد أو هو تمهيد لما يمكن أن يحدث مستقبلا. جزء من هذا التمهيد هو عملية إغلاق هذا التطبيق لأنه تحول إلى خطر، وخطر تحديدا لا يتعلق فقط بالعراق وأمن المعلومات كما يعني تتحدث الحكومة العراقية، وإنما خطر يعني يتعلق حتى بالتحالف الدولي وخططه في المنطقة. هناك اليوم يعني الكثير من التفاصيل التي تجري في منطقة الخليج العربي، في منطقة يعني في سوريا، في لبنان، أعتقد أننا لا يجب أن نعزل هذا عن ذاك. بالتالي ربما هذه عملية إغلاق هذا التطبيق لها علاقة بما يمكن أن يعني تحاول من خلاله، فيما لو قررت الولايات المتحدة الأمريكية شن ضربة ضد الميليشيات المتواجدة في سوريا، أو شيء يعني ربما عملية عسكرية في مياه الخليج تستهدف بعض القنوات أو بعض التواجد الإيراني الموجود الذي بات يهدد حتى الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي والعالمي.
بالتالي يجب إغلاق هذا التطبيق حتى لا تقوم الميليشيات والجهات الموالية لهذه الميليشيات باستخدام التطبيق من أجل يعني ربما يعني زعزعة الأمن بشكل أكبر ويعني إفشال بعض المخططات التي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها من دول التحالف الدولي. نعم أستاذ إياد، ابقى معي لو سمحت. أستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، إغلاق تطبيق تليجرام هل يتعدى حدود العراق؟ هل يخضع لموازنات القوى والتحالفات الدولية؟ هل هناك شيء يحاك في الخفاء، لا سيما وأن هذا التطبيق هو روسي المنشأ تم إغلاقه من قبل الحكومة في العراق؟ نعم، في البداية تحياتي لحضرتك أستاذ سمير وإلى ضيفك الكريم أستاذ إياد وإلى مشاهدي قناة الرافدين. بالتأكيد إغلاق التليجرام يتعدى حدود العراق، يتعدى مشكلة العراق مع ميليشيات وتسريب البيانات، يتعدى سلطة الدولة نفسها على إغلاق تطبيق بمثل هذا التطبيق يعني بحجم التليجرام يستخدمه العراقيين مثل ما تفضل أستاذ إياد أكثر من 16 مليون مستخدم في العراق. لكن مشكلة هذا التطبيق أنه أصبح يمثل يعني جعل من العراق كتاب مفتوح أمام كل أجهزة المخابرات في العالم وأمام كل الميليشيات اللي موجودة في المنطقة اللي هي تعمل لصالح إيران. موضوع أنه إغلاق هذا التطبيق يعني أبعد من مستوى العراق، نعم أنا أؤكد لك أن هنالك عملية عسكرية تحضر لها الولايات المتحدة شرطية الفرات، وهذا استنتاج من خلال التحذيرات التي تجري لها منذ أكثر من شهر تقريبا. ولو عدنا للوراء قليلا يعني ليلة إصدار بيان أو كتاب وزارة الاتصالات التي أمرت بحظر تطبيق التليجرام، قبل إصدار البيان كان هنالك دعوة من ميليشيا أهل الكهف للميليشيات الأخرى من خلال قناة صابرين نيوز بتجميع الميليشيات للقيام بمظاهرة أمام السفارة الأمريكية في بغداد من دون سبب يذكر، يعني ما كان أكو فد سبب يخلي هذه الميليشيات في هذا التوقيت تقوم بعملية أو تقوم بمتظاهرة أمام السفارة. المشكلة أنه بعدها بساعات أعلن الحرس الثوري عن زيارة قاعاني إلى الميليشيات اللي موجودة في إيران، يعني الدعوة اللي أطلقتها الفصائل على التليجرام وما بين إعلان وصول قاعاني إلى المنطقة لا تتجاوز أكثر من ساعة و 45 دقيقة، فهذا يؤكد بأن الميليشيات تستعد أيضا لعملية ممكن أن يعني ضد القوات الأمريكية اللي متواجدة قرب حق العمر النفطي أو شرق الفرات بصورة عامة. ترتيب الأحداث اللي جاء بهذه الطريقة، في نفس الليلة أعلنت وزارة الاتصالات حجب التطبيق، بمعنى أو ممكن أن يستنتج أي شخص بأنه العملية مدروسة ومحسوبة، بأنه هنالك عملية عسكرية ستحدث في سوريا. يوم أمس شاهدنا ضربات جوية لطيران صهيوني على دير الزور وبعض معاقل هذه الميليشيات، هذا المكمل لما تبحث أو لما تحاول التخطيط له الولايات المتحدة الأمريكية من عملية إفراغ سوريا من ميليشيات إيران بالوقت الحاضر، لأنه بدأت تعرقل عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، بدأت تعرقل مساعي عودة النازحين من تركيا إلى أو اللاجئين من تركيا إلى سوريا، وأيضا تعمل على تقوية النظام السوري الموجود في الداخل. الميليشيات الإيرانية والحرس الثوري نقل أيضا العديد من الأسلحة والمعدات والطائرات المسيرة، نقلها إلى سوريا بالفترة الماضية ولم تنجح الطائرات الصهيونية في إيقاف هذا المهتم. الطريق مفتوح عبر العراق عبر منفذ البوكمال، ورغم عديدة الغارات الإسرائيلية اللي حثت على المنطقة إلى أنه ما زالت إيران تقوم بنقل معداتها وجنودها من إيران ومن العراق إلى سوريا. لذلك هناك تحشيد في المنطقة بصورة عامة، دعوة السعودية والإمارات وكثير من دول الخليج رعاياها إلى مغادرة لبنان في الوقت الحاضر أيضا هو واحد من جزء يعني عفوا جزء من ما يجري التحضير له داخل منطقة الشرق الأوسط، يعني الإعلان بأنه قوات هذه لتأمين المضيق البحري أو الممرات المائية
البحرية في الخليج العربي، هذا مجرد إعلان، لكن بالحقيقة هنالك عمليات أكبر تحضر لها الولايات المتحدة والتحالف الدولي في سوريا تحديدا، وممكن أن يكون حتى داخل العراق بسبب استفحال الميليشيات بصورة كبيرة جدا. ذكرنا سابقا في أحد اللقاءات قلنا أنه الميليشيات اللي راح تنضم للدولة راح تنتج عنها ميليشيات أصغر هي من تقوم بتهديد القوات الأمريكية، وهذا اللي يحصل الآن. يعني بعد أن صارت ميليشيا العصائب وحزب الله وصارت جزء من أن هناك ضغوطا أمريكية، أن هناك ضغوطا أمريكية باتجاه غلق وحجب هذا التطبيق وهذه المنصة التي رفضت حتى وزارة الاتصالات تسميتها والإعلان عنها. اسمح لي فقط أستاذ بهاء أن أنتقل للأستاذ إياد الدليمي. أستاذ إياد، هل تتوقع أن خسارة الميليشيات كبيرة من خلال حجب هذا التطبيق، أم أن هناك وسائل وسبل أخرى؟ يعني شوف، بداية من المهم أن يعني نذكر معلومة أعتقد أن يعني أنها ستهم الكثير من المشاهدين وحتى المتابعين للشأن العراقي. حكومة السيد محمد الشاع السوداني وبرئاسة محمد الشاع السوداني ذاته اجتمع مع عدد من قادة الفصائل والأحزاب السياسية وأبلغهم بقرار غلق التليجرام، وتحدث في هذا المجال مع قيادات هذه الأحزاب والقوى والميليشيات بأن هذا القرار يعني قطعي، لأن ما يتسبب به التليجرام من يعني كوارث أمنية للحكومة العراقية كبير وكبير جدا. لكن طبعا يعني لا يجب أن ننسى أن يعني عملية الحجب هي لن تردع هذه القوى والميليشيات والأحزاب من إيجاد سبل أخرى. يعني لاحظنا خلال اليومين الماضيين الكثير من هذه التطبيقات على الأقل المنصات الرقمية يعني تحولت إلى منصة إكس، وطبعا بعضها موجود على الفيسبوك أصلا وحتى الإنستغرام. يعني أنا أعتقد هي لن تعدم وسيلة من أجل أن يعني تتواجد في أماكن أخرى في منصات أخرى، لكن ما يعني يميز التليجرام هناك الكثير من الميزات التي يعني جعلت مثل هذه القوى والميليشيات وتتحول إلى هذا التطبيق وتستخدمه بشكل مكثف جدا، هي الخصوصية الأمنية التي يتمتع بها هذا التطبيق، يعني من خلال إنشاء القنوات أو المنصات الخاصة على التطبيق. بالتالي قد لو أردنا أن نستفسر عن شيء، هل الولايات المتحدة خائفة من ميليشيات تستعرض في منصة؟ يعني هو يعني لنكون دقيقين أكثر، هو ليس خوف، ما باتت تفعله هذه المنصات الرقمية على التليجرام لهذه الجهات يعني بات يهدد حتى حكومة السودان ذاته. يعني هذه الحكومة بحاجة إلى دعم أمريكي، هذه الحكومة حتى تستمر بحاجة إلى تواصل مع السفيرة الأمريكية، بحاجة إلى تواصل فتح قنوات مع واشنطن بأي شكل من الأشكال. الدعوة يعني مظاهرة من قبل أصحاب الكهف على التليجرام أمام السفارة الأمريكية، الانتقادات التي بدأت يعني تظهر على هذه الصفحات للقاءات السفيرة الأمريكية مع شخصيات سياسية، كل ذلك طبعا يعني يعرقل هذه الجهود. يعني نتذكر نحن اليوم يعني ما يقارب 10 أشهر على تشكيل حكومة محمد الشاع السوداني، إلى الآن محمد الشاع السوداني لم يتمكن من زيارة واشنطن. طبعا هذا بالنسبة لأي حكومة عراقية تشكل هو هدف، لأنهم بحاجة إلى الحصول على دعم الولايات المتحدة الأمريكية. مثل هذه المنصات بدأت يعني كأنها يعني تضع العصي في عجلات الحكومة، لهذا كان من الضروري جدا إيقاف هذا التطبيق أو على الأقل حجبه. بالمناسبة نحن نتحدث الآن ونحن على مقربة أيضا من الانتخابات المحلية، انتخابات المجالس المحافظات، ونحن نعرف جيدا أن مثلا مشاركة مقتدى الصدر مثلا أو التيار الصدري في هذه الانتخابات ستزعج الإطار التنسيقي والقوى الأخرى في المناطق وسط وجنوب العراق، وما يعني ويمكن أيضا أن يستخدم هذا التطبيق في إطار الصراع الداخلي أيضا. لذلك عملية الحجب ربما يعني من جانب آخر، نعم هي ليست استثناء أو ليست يعني بعيدة عما يجري في محيط العراق، ولكنها أيضا في جانب آخر أو من زاوية أخرى هو أيضا بات مصلحة لحكومة محمد الشاع السوداني التي باتت ترى في هذه المنصات الرقمية اللي موجودة على تطبيق التليجرام تهديد لها، وباتت تحرج
حكومة محمد الشاع السوداني، وليس المسألة ليست خوف أمريكي بقدر ما هي ربما مصلحة يعني ما بين بغداد وواشنطن على الأقل في المرحلة الراهنة، التقت هذه المصالح مع هذه المصالح بأنه تطبيق التليجرام ربما لم يعد يعني مناسبا لهذه المرحلة. على الأقل أنا بتقديري أن هذا التطبيق لن يحجب بشكل كامل ولا بشكل نهائي، يعني أنا أعتقد في مرحلة ما سيتم رفع الحظر عن هذا التطبيق، متى الله أعلم، لكن بالتأكيد هناك حسابات لدى من قرر إغلاق هذا التطبيق أو طلب إغلاق هذا التطبيق في هذا التوقيت بالذات. وفي موضوع التوقيت أستاذ بهاء الذي تحدث عنه الأستاذ إياد الدليمي، دلالات التوقيت للحجب، هل تتوقع أن يعاود مرة أخرى رفع الحجب ورفع الحظر عن هذا التطبيق في العراق؟ نعم ممكن رفع الحجب، طالما أنه على ذمة رويتر أنه تطبيق التليجرام أو إدارة التليجرام لم تعلق حتى الآن، معناه أنه تعليق جزئي يعني أو وقتي ممكن أن يتم رفعه بعد نهاية ما يمكن أن يحدث خلال الأيام القادمة. مشكلة يعني التليجرام يستفيد منه الكثيرين مثل ما ذكرت، يعني أنا يعني عملت استطلاع على حسابي الشخصي على تويتر، أكثر من 63% رفضوا إغلاق التطبيق لأنهم يستخدمون التطبيق في تبادل البحوث والمحاضرات وأسئلة الامتحانات للأدوار السابقة للاستفادة منها، يعني الطلاب يستفيدون منه بشكل كبير والكثير من شرائح المجتمع يستفيدون منه، لكن استخدام الميليشيات لهذا التطبيق جعل يعني تخيل أنه كتاب معنون لشخص رئيس الوزراء سري وشخصي ويفتح بالذات وينزل بعد دقائق على التليجرام من خلال هذه المنصات الولائية، هذا اختراع كبير للحكومة العراقية، فعليها تجد حل لموضوع هذه القنوات التي تستخدم الميليشيات قبل أن تعاود رفع الحظر عن التليجرام في العراق. لكن أنه يرفع، نعم يرفع، لن يرفع إلى الأبد، لأنه قلت لك يستفيد من أن حتى الحكومة نفسها تستفيد من هذا من خلال المعلمين، الأساتذة المدرسين اللي يتواصلون مع طلابهم من خلال هذا. يعني ما هي الميزة التي جعلت الميليشيات تختار هذا التطبيق؟ شوف في تطبيق التليجرام بإمكانك أن تفتح حساب باسمك الشخصي، رقمك لا يظهر نهائيا، بإمكانك أن تفتح بالإيميل الشخصي، يكون عندك حساب، يكون عندك قناة، وممكن أن توجه للناس من غير أن يكون للناس إمكانية أن ترسل تعليقات أو أن تكتب على القناة، يعني تستلم أوامر فقط، هو هذا اللي تريده يعني الميليشيات الإيرانية. أيضا بإمكانك إخفاء موقعك اللي ممكن أن ترسل من خلاله، يعني إخفاء الاي بي أدرس اللي موجود لجهاز التليفون اللي بيد المرسل داخل التطبيق، بحيث أنه حتى جماعة الأمن السيبراني يعانون من موضوع تحديد الجهة اللي ترسل حاليا رسائلها على التليجرام داخل القناة، لأنه بالطبيعي يحتاج الشخص إذا أريد أن يخفي هويته على تطبيق على أي تطبيق آخر يقدر يعني إلغاء خاصية تفعيل الموقع من خلال التطبيق أو السماع أو الصلاحيات من خلال الخصوصية اللي موجودة بأي تطبيق يعني واتساب أو غيره. وفي نفس الوقت تطبيق التليجرام لا يحتاج إلى برنامج VPN لإخفاء الـ IP address، هو أساساً يخفي الـ IP address عن يعني الأشخاص اللي يحاولون معرفة مكان الشخص المرسل. وبالتالي لو شاهد الآن يعني رغم أنه التطبيق محظور بالعراق لكن ما زالت هناك رسائل ترسل من خلال تطبيق التليجرام باعتبار أنه إحنا خارج العراق والتطبيق شغال عندنا، ونشوف أنه بعض الرسائل اللي صادرة اللي هو أساساً مقر هذه القنوات من ترسل من إيران، بالتالي إيران ما عليها حظر. الآن التليجرام يرسل من إيران إلى العراق لكن المستلم ما يقدر يستلم لأن التطبيق متوقف عنده. هذه الحركة اللي صارت الآن منعت إيران من التحكم بميليشياتها داخل العراق، منعتها من التحكم بالجمهور، هم دائما يلعبون على وهذا يعني طبعا بحسب ما أشار إليه أستاذ إياد الدليمي هذا الأمر أمر وقتي، يعني لابد من وسائل بديلة ستستخدم خلال هذه المرحلة. يا ترى من وجهة نظرك أستاذ بهاء يعني أين تلتقي المصلحة الأمريكية ومصلحة السوداني في هذا الموضوع خلال هذا التوقيت، وخاصة
مع اقتراب الانتخابات مجالس المحافظة؟ الإدارة الأمريكية منذ تشكيل حكومة السودان هي من تدخلت لوقف الاقتتال ما بين التيار الصدري وما بين الفصائل الولائية أو ما يسمى بالإدارة التنسيقية. الإدارة الأمريكية هي من فرضت حكومة محمد الشياع السوداني، وهي من فرضت قبلت بفرض محمد الشياع السوداني من طرف المالكي على العملية السياسية برغبتها. يعني كانت هناك خلافات حتى ما بين القوى السياسية اللي موجودة داخل الإطار التنسيقي، يعني مثل هادي العامري ومنظمة بدر ما كانوا مقتنعين بالاستمرار بالعملية السياسية أو تشكيل الحكومة بغياب التيار الصدري، لكن الأوامر الأمريكية جاءت بقبول الموجود حاليا وتمرير حكومة السوداني بأي شكل من الأشكال. أيضا السفيرة الأمريكية ومن خلال زياراتها الكثيرة دعمت حكومة السوداني بكل قوة، والجميع الآن يطلق على حكومة السوداني الحكومة الأمريكية برعاية الحكومة العراقية برعاية أمريكية بسبب ما فعلته رومانسكي من أثناء تشكيل الحكومة وحتى فيما بعد. لذلك من الأشياء المهمة لدى الإدارة الأمريكية أن تستمر حكومة السوداني ويستقر الوضع السياسي في العراق بغض النظر عن الوضع الأمني حاليا وتواجد الميليشيات. استقرار الوضع السياسي ممكن أن يؤدي في المستقبل إلى استقرار الوضع الأمني داخل العراق. أيضا كانت هناك شروط للإدارة الأمريكية، هناك 3 شروط وضعتها الإدارة الأمريكية أمام محمد الشياع السوداني من أجل الاستمرار في حكومته ومن أجل وصوله أو القبول بذهاب الولايات المتحدة الأمريكية للقاء الرئيس الأمريكي. هذه شروط كان واحدة من عدا حل الميليشيات يعني، وأيضا إيقاف تهريب الدولار إلى إيران. هذه الشروط اللي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون واحد من عدها هو تحجيم دور الميليشيات في العراق أو حل الميليشيات في العراق. حل الميليشيات بهذا الارتباط الوثيق ما بينها وبين قيادات مالتها في إيران يكون الأمر صعب جدا، لأنه هذه الميليشيات مثل ما ذكرت قبل قليل تستخدم الأسلوب القوة الناعمة مع متابعيها داخل العراق، بالتالي هي مثلا عندما تريد أن تقوم بهجوم معين على قناة تلفزيونية كما حدث مع العديد من القنوات الإخبارية اللي موجودة بالعراق، تحرض دينيا، تحرضت على صحفيين، تحرضت على شخصيات سياسية كثيرة قسم منهم انقتل بسبب تحريض هذه القنوات. قطع هذا الطريق أمام الميليشيات داخل العراق ممكن أن يجعلها تخسر الكثير، وقد يكون الوقت أمامهم ضيق لإيجاد وسيلة أخرى للتواصل بينهم وبين جمهورهم داخل العراق. لذلك كان التوقيت مهم جدا في هذه الفترة بالذات. إذن اسمحوا لي ضيوف الكرام مشاهدين الكرام نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لنكمل الحوار. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. نسلط الضوء في هذه الحلقة على غضب الميليشيات نتيجة إغلاق تطبيق وحظر تطبيق تليجرام من قبل حكومة
السوداني. بالعودة إليك أستاذ إياد الدليمي، ذكرت في بداية الحلقة أن هناك أحداث ليست ببعيدة عن العراق، ربما كان إغلاق هذا التطبيق هو أولى خطوات يعني هذه الأحداث المتوقعة. يا ترى من وجهة نظرك يعني هناك ميليشيات ولائية داخل العراق مرتبطة بميليشيات في لبنان، مرتبطة كلها بالحرس الثوري الإيراني، ما المتوقع من حدود لردود فعل الميليشيات خلال هذه المرحلة بناء على استشرافك لأحداث مستجدة قد تحصل على في نطاق المنطقة التي فيها العراق سواء في سوريا أو لبنان؟ يعني أنا أتوقع رد الفعل سيكون مرتبط بطبيعة الفعل الذي سيحدث، وبما أننا لا نعرف ما الذي سيحدث بالتحديد على اعتبار أن كثير من هذه التفاصيل ربما تكررت علينا في السنوات العشر الماضية. دائما ما كنا نسمع أن هناك تصعيدا، أن هناك لغة حرب تطغى على يعني الخطاب الإعلامي سواء الأمريكي أو الصهيوني أو حتى من جانب حزب الله اللبناني، ومن ثم بقدرة قادر نرى أن شيئا لم يحدث من ذلك. بالتالي هذا أيضا سيناريو يجب أن يكون في الحسبان، يعني كل هذا التصعيد الذي نسمع به الآن وكل هذه الحشود الأمريكية، والحديث قبل يومين أو أمس لوزير الدفاع الصهيوني الذي قال أننا سنعيد لبنان العصر الحجري في حال ما اندلعت مواجهة مع حزب الله اللبناني، هذه ليست جديدة، ربما تكون يعني تصريحات كما اعتدنا عليها، لأننا نعرف أن الكثير من أطراف الصراع إن صح التعبير يجيدون لعبة حافة الهاوية إن صح التعبير أيضا، وبالتالي هم يصلون إلى نقطة معينة نعتقد أننا يعني المنطقة ستسقط في هاوية، ومن ثم يعودون أدراجهم ونكتشف أن هناك بوابة خلفية للتفاوض ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو حتى ما بين الكيان الصهيوني وحزب الله اللبناني. بالتالي رد فعل الميليشيات الولائية في العراق سيكون مرتبط بطبيعة الفعل الذي سيحدث سواء في سوريا أو في لبنان أو حتى ربما في مياه الخليج العربي. أنا أعتقد أن يعني حتى الميليشيات الولائية هي بالنهاية جزء من نسيج هذه الحكومة وهي أكبر داعم لهذه الحكومة، بالتالي ليس من مصلحة هذه الميليشيات أي رد فعل ربما يكون يعني يخرج عن إطار التقليدي، أو لأنها بالتأكيد سينعكس ذلك على حكومة محمد الشاع السوداني. الحديث قبل يومين سيد نور المالكي في تغريدة له تحدث عن يعني إغلاق تطبيق التليجرام، وتحدث بشكل صريح أن هناك جهات أو قنوات على هذا التطبيق تدعم الحكومة، لا يجب أن يمسها هذا الغلق، وهو طبعا يشير بالتأكيد إلى المنصات الولائية. لذلك أنا أعتقد طبيعة رد الفعل سيكون مرتبط بالفعل، هم يدركون جيدا أن وجودهم على الأقل في المرحلة الحالية مرتبط بوجود حكومة محمد الشاع السوداني. نعم في لحظة معينة قد تتقاطع الأهداف ما بين حكومة محمد الشاع السوداني وبين أهداف الميليشيات والقوى الساندة لها، القوى السياسية التي تنبثق عنها هذه الميليشيات، نعم قد تتقاطع في لحظة معينة، لكن على الأقل حتى هذا التقاطع وإن حصل فإنه على الأقل هناك الآن تقاطع، لكنه ربما مسيطر عليه، ربما في المرحلة المقبلة إذا ما زادت الضغوط على محمد الشاع السوداني، الضغوط الأمريكية تحديدا، ربما يعني تحصل هذه القطيعة. كلا الطرفين لا يريدان هذه القطيعة، سواء محمد الشاع السوداني أو الميليشيات والقوى السياسية الداعمة لها، وهي بالتأكيد داعمة لمحمد الشاع السوداني، لأن أي خلخلة في هذا الموضوع ربما يفقدهم السيطرة الموجودة حاليا سواء حتى على الشارع، ونحن كما قلت قبل قليل متجهون أو على مقربة من انتخابات مجالس المحافظات، والتي تعتبرها القوى السياسية قاطبة في العراق مرحلة مفصلية جدا في سير العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم. بالتالي نشاهد تحشيد لهذه الانتخابات لا يختلف عن التحشيد مثل بالعادة مع كل انتخابات تشريعية برلمانية تجري في العراق. نعم أستاذ إياد، أستاذ بهاء، مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات ونحن الآن خلال هذه المرحلة، البعض من المحللين يتساءل ويقول أو يستشرف ويقول محمد الشيع السوداني هو مثله كمثل أي مرشح
إلى سدة رئاسة الوزراء مرشح من قبل الميليشيات ويسمى بمرشح الإطار. يعني في هذه المرحلة كيف يمكن أن نقول أنه سدد ضربة موجعة للميليشيات وهو مرشح هذه الميليشيات، الميليشيات في العراق التي تأسست بعد العام 2003 بإرادة أمريكية، الآن تتظاهر وتصف حكومة السوداني بأنها حكومة أمريكية، يعني كيف نفهم موقف السوداني؟ لا بالعكس، يعني من قال بأن السوداني قد يوجه ضربة للميليشيات؟ هذه ضربة وجهتها الولايات المتحدة للميليشيات، لا علاقة للسوداني بالموضوع. السوداني مجرد نفذ الأوامر الأمريكية بإغلاق التطبيق، لكن اللي يؤكد بأن الميليشيات أكبر داعم للسوداني إنه كلام المالكي، كلام المالكي نفسه قال إنه الحكومة هنالك قنوات تدعم الحكومة موجودة على التليجرام، ويجب أن تبقى هذه القنوات موجودة ويبقى عملها، معناه أنه لازم هذه القنوات تبقى تطبل للسوداني والإنجازات الوهمية اللي يقودها السوداني الآن في سبيل أن تبقى حكومة الإطار التنسيقي الماضية في عملها، وبالتالي تؤدي إلى نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات، لأنه هو شيء مرتبط بشيء. يعني فشل الحكومة السوداني في أول 9 أشهر وعدم وجود إنجاز حقيقي ممكن أن يخسرها الكثير في انتخابات مجالس المحافظات. لكن هاي القنوات اللي موجودة كانت على التليجرام هي أكبر داعم كانت للسوداني، وتحاول تسوي كل منجز وهمي بتضخيمه وتعتبره في الإنجاز غير مسبوق بالنسبة لحكومة الإطار التنسيقي وحول السودان بصورة شخصية، اللي يسمىها بالخبزة واللي يسمىها إحنا بخدمتكم، وهي الهاشتاقات اللي بدأوا يدعمون من خلالها حكومة السودان. لذلك السوداني لم يوجه ضربة للميليشيات، لكن أنا أقول لك شوف، أكو ميليشيات، أنا قبل قليل يعني وضحت لك هذا الأمر، أكو ميليشيات تعرف بنفسها أنه هي ممكن أن تخرج خالية الوفاض من انتخابات مجالس المحافظات كما خرجت خالية الوفاض من موضوع تشكيل الحكومة وتقسيم المناصب من حكومة المحاصصة، وبالتالي هي لا تريد أن تثبت وجودها لكي يكون لها حصة في انتخابات مجالس المحافظات. وهي الأمور المفتعلة الآن ضد حكومة السوداني هي تسير بهذا الاتجاه. أما أنه هم ضد السوداني بالتأكيد لا، لأنه إيران فعلت ما فعلت والميليشيات فعلت ما فعلت من أجل أن تستولي الميليشيات التابعة للإطار التنسيقي بكل كتل السياسية على الحكم في العراق بهذه الصورة، وبدأت شيئا فشيئا بإقصاء الخصوم سواء بالأوامر القضائية سواء بالاستبعاد السياسي سواء بعمليات أخرى بالانتخابات، بدأت تصفي الخصوم وخلل جولي حكومة السوداني والإطار التنسيقي بصورة كاملة فيما يجري. أما الآن نتحاول الكل يتساءل عن مصلحة المواطن العراقي، لعله الخاسر الوحيد، المواطن العراقي الخاسر الوحيد في كل القرارات على المستوى السياسي، على ما يجري في العراق ككل، ليس هناك أي قيمة لما يريده المواطن العراقي، استقتال وتقاتل على المناصب وعلى انتخابات مجالس المحافظات، وهناك منصات تغلق، هناك طلبة متضررون، هناك أناس مدنيون متضررون من هذا الإغلاق، مع أن المستفيدين من الميليشيات أيضا سيتضررون بشكل وقتي. يا ترى كيف لسان حال المواطن العراقي، ما هو، كيف تصفه أستاذ بهاء؟ المواطن العراقي يشوف دائما هو ما بين مطرقة وسندان، دائما في كل القضايا اللي صارت من 2003 وحتى الآن. الإغلاق تطبيق التليجرام يفاقم من أزمة الطلبة وموضوع الدراسة، يفاقم من أزمة يعني التواصل ما بينهم من خلال تبادل المعلومات. كل هذه لا تهتم الحكومة لهذا الموضوع ولا تهتم الإدارة الأمريكية لهذا الموضوع. صراع الميليشيات والحكومة مع الإدارة الأمريكية مع بعضهم، كلهم يعني لا يضعون في حساباتهم المواطن ومعاناة المواطن. كثير من القرارات الغير مدروسة والغير محسوبة تم إصدارها من 2003 حتى الآن دون الرجوع إلى موضوع أذية المواطن والحالة الموجودة عليه المواطن، منها العملية اللي كانت أساساً هي
شرارة ثورة تشرين عندما قامت ذكرى علوش أمينة بغداد بعملية إزالة التجاوزات اللي موجودة لأصحاب الشنابر في منطقة في مناطق بغداد. هذه كانت يعني أكبر الشرارة بالإضافة إلى قمع الخريجين في ساحة التحرير. هاي الشرارتين هي اللي أدت لانفجار الوضع. والآن هما نفس الأمر اللي سوته حكومة عادل عبد المهدي أيضا تكرر حكومة السوداني نفس الأمر، محاولة إيصال المواطن إلى مرحلة اللاعودة أو إلى مرحلة الانفجار. هي هذه اللي يعني ما يفكروا بها إطلاقا، إنه المواطن وصل إلى مرحلة لا كهرباء لا ماء لا صحة لا تعليم لا أمن لا وظائف لا أمان، كلها وصلت حدها للمواطن العراقي إنه قرب على الانفجار. لذلك قد تكون هنالك أي شرارة لأي حدث ممكن أن يهدد بانفجار ثورة كبرى داخل العراق تطيح بكل العملية السياسية ليس فقط حكومة محمد الشيخ السوداني. أنتقل أستاذ إياد. أستاذ إياد، يعني ذكرت أن بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس صار هذا التطبيق منصة تستخدمه الميليشيات لترسيخ نفوذها في العراق. هذا يعني أن هناك يعني إعادة تدوير للصراع بين إيران وأمريكا على أرض العراق. هل هناك أبديت يعني تجديد أو سلوك آخر لهذا الصراع؟ يعني الآن بعد إغلاق هذه المنصة من وجهة نظرك يعني كيف ستكون طبيعة التعامل الأمريكي مع الميليشيات داخل العراق وكذلك في المحيط تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني؟ يعني حتى نكون دقيقين وصريحين أكثر، ستبقى داعمة لهذه الميليشيات طالما أن وجود هذه الميليشيات لا يتعارض مع المصالح الأمريكية. هذه الميليشيات لم يكن لها أن تقوم وأن تتسيد في أرض العراق ومن ثم في سوريا وحتى لبنان لو لم تكن هناك مظلة أمريكية دولية لرعاية هذه الميليشيات وغض الطرف عن أعمال هذه الميليشيات طالما أنها لا تهدد المصالح الأمريكية. هذه الميليشيات لا تهدد المصالح الأمريكية، شتان ما بين الفعل على الأرض وواقع الحال. هذه الميليشيات منذ أن قامت بعد عام 2003 ومنذ أن يا سيد العزيز من الذي جاء بمنظمة بدر التي كان اسمها فيلق بدر؟ فيلق بدر من ميليشيا، من الذي جاء بها؟ كانت موجودة في إيران. من جاء بالأذرع العسكرية للأحزاب الإسلامية الشيعية التي كانت في إيران؟ أليست أمريكا؟ من حماها؟ من كان يقاتل جنبا إلى جنب عام 2014 ضد تنظيم داعش الإرهابي؟ أليست القوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والميليشيات المسلحة في العراق بزعامة سليماني وأبو مهدي المهندس كانوا يقاتلون جنبا إلى جنب؟ بالتالي يعني نحن لا نذهب يعني في بعض الأحيان يعني نتأول ونتمنى ربما أن هذه الميليشيات ستأتيها ضربة قاصمة من أمريكا وتدخل ما أعرف. يا سيد العزيز، هذه الميليشيات وجدت برعاية أمريكية، ستبقى طالما أنها لا تهدد الوجود الأمريكي والمصالح الأمريكية، وهم على توافق تام مع الأهداف والمصالح الأمريكية. عندما شكلت حكومة محمد الشاع السوداني المدعومة من القوى الإطارية اختفت عمليات قصف السفارة الأمريكية، اختفت عمليات أو يعني منشورات التخوين لكل من يلتقي بالسفيرة أو يذهب إلى زيارة القنصلية. شاهدنا العشرات من شباب ثورة تشرين الذين اقتيلوا بتهمة ولائهم للسفارة الأمريكية وأبناء السفارة، ونتذكر ذلك. ما الذي يعني ما حدا مما بدا؟ لماذا اختفت كل هذه المواويل التي كانوا يطربوننا بها كل ليلة؟ بالتالي هذه الميليشيات مدعومة أمريكيا وستبقى كذلك ما لم تهدد المصالح الأمريكية. نستطيع القول بأن الولايات المتحدة تقوم بضبط مسار عملية التخادم الأمريكي الإيراني؟ يعني شوف، هناك عملية تخادم بالتأكيد موجودة حتى قبل 2003. من كانوا يعني موجودين في تلك الفترة من قيادات سياسية سواء في إيران أو في الولايات المتحدة الأمريكية تحدثوا عن تلك اللقاءات المكثفة التي جمعتهم قبل غزو العراق. بالتالي عملية التخادم موجودة سواء في العراق أو حتى في سوريا أو حتى في لبنان أو حتى في اليمن. عملية التخادم موجودة هناك. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الميليشيات حتى ضد حلفائها من الدول العربية في لحظة معينة، وشاهدنا عندما قصفت
يعني أرامكو السعودية من أين قصفت وكيف قصفت ولماذا يعني تم تسوية الأمر وتسويفه من قبل. لذلك هذه الميليشيات اليوم موجودة وستبقى موجودة طالما أنها لا تهدد الوجود والمصالح الأمريكية. وإيران تعرف ذلك، إيران تعرف أن تعرف آلية اللعب والذي سأسميته قبل قليل حافة الهاوية، تعرف كيف تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية راضية بهذا اللعب المبارزة ربما التي لا تؤدي إلى تهديد فعلي للمصالح الأمريكية في المنطقة. نعم أستاذ إياد، في تعليق لكم، هل ثمة تعليق لكم أستاذ بهاء؟ نعم، سياسة العصا والجزر مستمر ما بين الإدارة الأمريكية وإيران. ما قاله السيد إياد يعني حقيقة مطلقة، وهذا ما شاهدناه بالفعل على الأرض. أضيف على ذلك أنه يجب أن لا ننسى أنه حتى تسليح الميليشيات، ميليشيا الحشد الشعبي لها تخصيص أكثر من 2 مليار دولار سنويا من السلاح الأمريكي الذي يرسل من أمريكا إلى الحشد الشعبي، وهذا حقيقة يعني الجميع يعلم بها. 2 مليار دولار ما قيمة 2 مليار دولار تسليح من أمريكا إلى الحشد الشعبي، هذا دليل على أنه هنالك تقادم، هنالك دعم يقدم لهذه الميليشيات. وكنا نتذكر حتى عمليات التحرير كيف انه الطيران التحالف الدولي كان يساعد الميليشيات في دخول بعض المناطق في سواء في الموصل او في الانبار او في صلاح الدين. كل هذه يعني برعايه امريكيه، ووجود القوات الامريكيه في المنطقه مرتبط بوجود الميليشيات، وجود الميليشيات مرتبط بوجود الاداره الامريكيه في نفس الوقت. نعم. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ بهاء خليل الكاتب والصحفي العراقي، كنت معي في هذه الحلقة عبر سكايب. وشكرا جزيلا لكم أستاذ إياد الدليمي الكاتب والباحث السياسي العراقي، ضيفي أيضا عبر سكايب. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.